شلون لحد يا علاء يا علاء او يا علاء او يا علاء اولا علاء اولا مبروك التوثيق علاء اللي ما موثق شو وقت انا وثق على علاء نتك ضعيف علاء عشر البث واقف شو سوى علاء رجله خضره شو اسوي له علاء دز لي مره ثانيه حبيبي وينك علاء بث واقف ليش يمكن جواب على سؤالي هو هسه رجع اشتغل مره ثانيه ما عشان سكر بث ثلاثة ونص بث شو يقطع كبد عمري مبروك لا انا احب الشيب ما اصبر لحيتي مرحبا 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 مبروك 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 واضح منور اذا بعد البث واقف كتبوا لي اذا البث زين هم كتبوا لي هلا وحبوا شلونك هلا حبايب مرحبا علاء وين رحت علاء علاء ليش تحشون على الزعفرانية مرحبا مرحبا هلا وين نحكي على كل احد حبي لا كل زين يعني المشكلة اكتشفنا انه علاء الابراهيمي زين النت مو زين علاء ليش هيك ساعدني اسمع صوتي وينك يا علاوي وينك يا علاوي على شبعك طب شبعك دلام عالي ابن النام الو شلون الحبيب الغالي علاء الابراهيمي اللي حسابه ما موثق شلونك حبيب قلبي اوز الحساب موثق بالعلامه الزرقاء
انت راح اخلي لك الغواصه الزرقاء. راح اسوي باور، راح اخلي علامه زرقاء بنص الصوره، شلون دولة؟ شايف هذا يحطوي باوع. تدري شو تسوي؟ سويها فوتوشوب. بس مترها. لا، عنده صديقي يشتغل حد شاي بالانستغرام، ايه قل له وثق الكياب حمراء 25. 25,000؟ ايه بتكذب عليه، اكيد هو يكذب عليه. باو اذا ب 25,000 خي وثق لي مره ثانيه. على ليش هيك على حسابك وموثق؟ انت فنان كبير. بس الفنانين الكبار يوثقوا لهم، احنا بعدنا مو كبار. والله انت كبير يا علاء، جدا كبير، يعني تقريبا 5 كيلومترات مربع. شلونك حبي؟ مشتاق لك والله. انت وين علاء؟ تعمل باوع. انا عندي ولد قال عنده توثيق بس مات الماكينه قايمه، يفيدك؟ لا هو ما ضل اركض بيه بحي الصناعي. سيارتك تركب بيها بحي الصناعي، توثيقك تركب بيه بالحي الصناعي، تاليها شلون؟ راح اخذ توثيق بالاقساط. اكو توثيق بالاقساط. اكو توثيق بالاقساط؟ ايه بس لازم اجيب موظف يكفني. عسكري يفيدك؟ والله هو يعني يقولون العسكريين لهم هالفتره سامحين لهم بالكفاله. قالوا الكتاب مالتهم يجي اسبوع الاخ. بلكي الله على مود يكفنه، ولا صاحب نائب عريب بالجنسيه. نائب عريب بالجنسيه؟ ايه ما دعمي غير توثيق هذا. علاء باشا احس النت مالتك عتشوله. لا مستمسكاتي ما كامله، يحتاج بطاقه السكن كون اطلع، لان لحد انا وابوك. عندك 7 جهال وبعدك ابوك. راح يوثقون حساب ابويا قبلي. زين ايش رايك انا راح اوثق حساب حموشي قبلك؟ اويلي اويلي على الله، الطنبل خفت هذا شو تسوي؟ هذا شايف هذا اللي يبقى من الحطب يسمونه خفت. اي الطنبي حو حو حو. تخيل حموشي ما عنده ويكيبيديا. زين يعني حموشي ما عنده صور. حموش راح يوقف وانا صار لي موسم اركض بالشارع وما حد يسوي وياك لقاءات. زين حموشي توثيقه عائلي. حموشي من يدز لهم ما يدز لهم جوازه، ويدز جواز اخوه. يطوا علامه زرقاء عائليه. باوع شوف حموشي ما عنده ويكيبيديا وما عنده اي حساب على جوجل وما عنده اي صور على جوجل، ومن تكتب اسمه ما يطلع اي شيء على جوجل، تخيل. وحتى اخلاقها ما عنده. زين يوثق قبلك وراح يتوثق. اي تخيل ترى احسداني والله العظيم احسد هيك. ايش تحسب؟ لا 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 ان شاء الله حسابك يتوثق قبله. ان شاء الله مدام موجود، استاذ اوس واستاذ علي موجودين، الخير والبركه. لا هاي السوالف مال هذا من يلزم. وتحياتي القرايبي بالسويد زين، وعمامي بامريكا، وابن خالتي بالدنمارك. الواقع مال التسعينات تحسها قديمه. هذا كاتب لك اذا يوثقون حسابك ما يحطون علامه صح زرقاء، يحطوا لك ميكروفون. لعد ايش قد التواصل للناس لعد.
شقد حقيقي؟ شوف أو ثاني حسابي عند زيتهم للإنستغرام 3500 مرة قلت لهم أنا على الإبراهيمي. شوف أنت لو دازلهم 3500 دولار كانوا وفقوا لك إياه. قلت لهم ترى أنا على الإبراهيمي أبو حسين. إيه. قال آه كتبت لهم أبو حسين؟ كتبت لهم أبو حسين. إيه. قلت لهم حتى لو شاياتكم ريوكم علي بس مشوني. كتبت هيك الشركة انستغرام؟ ايه كتبت لهم انا ابو حسين اخوكم محافظات من كربلاء. هاني رمزي موجود ويانا بالبيت. قالوا لي ما يصير ما تمشي. ايه انا اقول لك هو مو انا اقول لك اكو خمس لواعي قدامي بالسرع. منو؟ قدامي جلال حسن كان. ايه. اتوثق عند عرف بالضريبه. وقدامي على عباس توثق قدامي صار تشابه اسماء بينهم وبين على عباس. بس بشرفك انت كتبت لهم انا اخوكم محافظات وهيجي؟ كتبت لهم انا اخوكم علاء الابراهيمي ابو حسين شويه بيتنا بعيد وجيتكم بلكي تتمشوني. قالوا يمشوك؟ لا ما مشوني. ضليت اشرب شاي بالفراش بالباب. زين انت يعني شنو جاي تاخذ صمون من الفرن ويمشوك؟ اي مو كنت واقف خانة النسوان، خانة للرجال وخانة قالوا لي لا لازم تنزل بسرعة هناك لان قدامك مشينا استاذ بده 3000 اكو. ايه ايه وميك اب ارتست ما ادري شنو قدامك 350. زين اوكي انت ليش ما تشتغل ميك اب ارتست؟ بشرف احسن لك. خشمي ما يرم بالكنتور وما ادري الكنترول. لا هو يبيع بالكنتور بالكونتور العفو. ما يرم بي. لك لا تشوف ان كل وحده لك خشم مو صغير، هذا الكنتور هو يحط لنا منها ويحط لنا منها ويصغر الخشم. لعد باكر انا بالشورجه. وشرف محمد نصا مني غسلان وجين خشمين اكبر من خشمك كان طواطه. باوع باكر بالشورجي اجيب لي حضن مال مكياج باله. باله ليش؟ اصلي على واجي اشوف. زين انت ليش ما تسوي عمليه ثانيه تفيدك؟ ليش وانا عندي عمليه اولى؟ لا غير هاي مال المكياج. ها.